بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم على الزيارة ديالكم. البداية كانت في 2016 عن طريق واحد الصديق ديالي اللي قال يدخل هذا المجال. فعلا دخلنا والحمد لله والشكر لله. كانت في الأول بداية هما فرق محلية، فريق اتحاد طنجة لكرة السلة وفريق اتحاد طنجة كرة الطائرة، وأيضا فريق اتحاد تمارا في القسم الثاني آنذاك. وتما انطلقت الانطلاقة وحنا ماشيين داخل، الحمد لله دابا الآن داخل على فرق داخل المغرب وخارج المغرب. الصفقة جات بعد محادثات أزيد من 3 أشهر. قد قمنا بزيارة إلى نواكشوط، وزيارة كان عندنا اجتماع مع اتحاد الموريتاني برئاسة السيد أحمد ولد يحيى اللي كنشكرو من هذا المنبر ديالكم، لأنه واحد الإنسان شاب طموح ارتاح بأنه يتيق في الشباب وشاف الجودة وشاف المعايير اللي عطينا وشاف داكشي كامل عجبو. وكانوا ايضا بعدا كانوا المجيء ديالهم مدينة طنجة جاو عندنا هنا المقر، بعدا مشاو معنا للشركة وشافوا سيرورة العمل وطريقة العمل، ودازت الامور على ما يرام. وحنا كنراهنوا ان شاء الله باذن الله في كاس افريقيا باش نفوزوا باحسن قميص ان شاء الله. كاين عدة مشاريع مستقبلية واتفاقات مستقبلية مع كاين هناك أندية في القسم الأول، أندية القسم الوطني الأول، عدة أندية، 4 أندية كاين حد الآن اتفاقات اتفاقيات مبدئية معهم، وإن شاء الله احنا باقي كنطمحوا إلى الأمام إن شاء الله. نعم كاين فرق السنة المدنية السنة المقبلة إن شاء الله، فرق قسم الوطن الاول كتمثل مدن كبيره ان شاء الله، راه كاين اتفاقيات مبدئيه ان شاء الله. السنه المقبله ان شاء الله نمشي نحملوا الماركه ديالنا ان شاء الله. الطموح ديالنا احنا كشباب، لان اي منبر اعلامي كنقوله وناكد عليها وكنتمنى اي واحد يتسال هذا الموضوع، بان الشباب ما يفشلوش وما يبقاوش يسمعوا ديك الكلام الاحباط، انا يعزم ويتوكل على الله ويبادر. بان انا هو اكبرهم سنا، العمر ديالي 32 سنة، واغلب دراري شباب 22 سنة 23 25 26 سنة، اذا معدل العمر هو ديالنا 27 سنة. عندنا طموح على المدى المتوسط والمدى البعيد، ولما لا نفس الماركات العالميه، وبان احنا في المغرب كاين واحد الماده الخام والقطاع النسيج اللي شركه عالميه كتشتغل في مدينه طنجه وفي مدن اخرى في المغرب. هناك ضغوطات وهناك صعوبات، ضروري في اي مجال راه كاين ضغوطات وصعوبات وناس كيحاربونا من خارج المدينه، ما حتى علاقه بمدينه طنجه بالعكس، وكاين الناس خارج المدينه ايضا كيدعمونا دعم معنوي. الصعوبات الاوليه كما قلنا احنا كشباب كانت الصعوبه هي السيوله الماليه، لان في الدومين كيتحتاج بزاف بزاف بزاف، ولكن الحمد لله بتضافر الجهود والعزيمه والاراده راه اي طب كنحاولوا نتغلبوا عليه وكنتغلبوا عليه دائما ان شاء الله. وما نخليو السنه المقبله ان شاء الله مفاجات للمحبين اللي كيعجبهم السيل وفلسفه ديال ابي سبور، نخليو العام اللي يمشي ان شاء الله. وكنتمناو من الشباب كلشي يدعينا بالخير، ويكونوا هاد الشباب ديال ابي سبور الاداريين ديالنا اللي عطات السن ديالهم يكونوا قدوه للشباب الطنجاوي والشباب المغربي وحتى الشباب العربي يقتضيوا الدراري الافاق وما يفشلوش، هادشي اللي نقدر نقول. وشكرا.